الثقافة والأدب، سلام الفنون الإعلامية والبصرية والأدبية والشعرية. مساكم الله بالخير أيها الحضور الكريم باسم المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. بعد عامين وشهرين من انطلاق المنتدى الثقافي في ديربورن، ها هي أمسيتنا 27 تنطلق في المتحف الجميل هذا، المتحف العربي الأمريكي الذي رعى ودعم انطلاقة المنتدى الثقافي. بداية نتقدم له دائما بالشكر ونركز على أهمية دعم هذا الصرح الثقافي بالانتساب وشراء العضويات المختلفة في هذا المتحف الذي ندعو جميع الأعضاء أن يسألوا الأخ رفعت المندوي عن شروط وأنواع العضوية في هذا المتحف الذي شهد مؤخراً مهرجان الفيلم العربي في أمريكا. المنتدى الثقافي هو بقعة الضوء التي أضاءت منذ أكثر من عامين، وما زالت والحمد لله ببركة جهود الأعضاء تنير ظلام المنافي برئاسة الدكتور سفيرنا الجميل الدكتور علي عجمي بصفته رئيساً للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، والعزيز الدكتور حسن بزي نائباً للرئيس، والأستاذة حنان شرارة منسقة للعلاقات العامة وأمانة السر، والأخ رفعت المندوي أمين للصندوق. أما الأعضاء فالداعي منهم علي السندي، والعراب أستاذ وسام شرف الدين، الدكتور الجميل رائد الثقافة العربية في أمريكا دكتور هاني بوردي، والأستاذ عدنان شرارة، والأستاذ كامل بزي أعضاء في هذا المركز الذي يرعى دائما ويحافظ على أن ينوع في موضوعات منتداه الشهري. بداية أشكر حضوركم، لأن لولاكم لا يستمر المنتدى، فشكرا لكل من حضر ويحضر، وبإمكانكم جميعا أن تتابعوا إنتاجات هذا الصرح على صفحة اليوتيوب أو الموقع الويب سايت ديربورن بلوغ الذي يحتوي للآن مئات من الفيديوهات من المحاضرات السابقة والأشعار السابقة التي قمنا بتنظيمها بالمساعدة والتعاون مع هذا المتحف. رجاء بسيط أن تكون الهواتف خلال الأمسية خصوصاً في المحاضرة عن وضعية الصامت، ونذكر أن المتحف في رعانة من الساعة 7:45، فوقت مخصص إن شاء الله ينتهي قبل 9 على أن نفرغ هذه القاعة الجميلة قبل 9 لانتهاء دوام المتحف. فنشكر لكم مسبقاً تعاونكم معنا للانصراف قبل 9. لن أطيل عليكم، فاليوم حافل بالثقافة وحافل بالشعر وحافل بالفنون. بداية نبدأ مع الصحفي العراقي الأستاذ علي أديب، وهو صحفي عمل مع نيويورك تايمز في بغداد منذ عام 2004 إلى 2007. انتقل إلى الولايات المتحدة حيث نال شهادة الماجستير في الإعلام من جامعة نيويورك، والآن هو صحفي يكتب في رصيف 22 وأستاذ محاضر في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك. كعادتي أن أكرم الضيوف بأبيات من الشعر، فمحاضرة الأستاذ علي أديب تكون بعنوان العقل العربي ونظرية المؤامرة، فأقول له هذين البيتين: مؤامرة على الإعلام حيكت كما النيران تسعر باللهيب، علي جاء كي يطفي لظاها فنار الجهل تطفأ بالأديب. رحبوا معي الأستاذ علي أديب. يعني أبياتك من أجمل ما يمكن أن يبدأ به الإنسان محاضرة في هذا المنتدى الجميل. يسعدني ويشرفني أن أكون هنا في هذا المنتدى وأن أشارك هذا الجمع الرائع.
ميشيغان كانت أول محطة لي في الولايات المتحدة عندما غادرت العراق. هناك شيء من الألفة والذكرى الجميلة في ميشيغان. الصوت واضح؟ ما أعرف إذا حس الصوت أوضح؟ أوضح. فالعودة إلى ميشيغان والكلام عن مواضيع لها علاقة بعملي في الصحافة منذ حتى ما قبل الغزو في العراق وسنوات ما بعد الغزو 2003 إلى 2007، ثم متابعة كل التداعيات في العالم العربي سواء ما سمي بالربيع العربي أو تداعيات التدخلات الأجنبية، و ما نلاحظه من أفكار وكيف يتناول الرأي العام العربي أو وسائل الإعلام العربية هذه الأحداث بشكل أحياناً يكون غير دقيق أو منقوص، ويؤدي بالتالي إلى رأي عام عربي غير واعي تماماً لما يحدث. لماذا اخترت موضوع عقلية المؤامرة أو نظرية المؤامرة؟ نظرية المؤامرة لا ينكر أحد أنها سائدة في العالم كله، موجودة في كل المجتمعات وليس ظاهرة عربية. الكلام عن نظرية المؤامرة في العقل العربي له أسباب خاصة سنتكلم عنها الآن، ولكن هي ليست ظاهرة عربية، هي موجودة حتى هنا في الولايات المتحدة مع الكم الهائل من تدفق المعلومات وتنوع المصادر الإخبارية وسهولة الحصول على المعلومات، ولكنها موجودة أيضا في الولايات المتحدة. ولكن الفرق كبير بين التأثير في الولايات المتحدة أو في الغرب عموما بتبني نظرية المؤامرة في تفسير الأحداث وتفسير التاريخ، وبين التبعات علينا نحن في العالم العربي. في البداية، ما هي نظرية المؤامرة؟ يعني هناك عدة تفسيرات. إذا ذهبنا إلى المصادر في العلوم السياسية هناك عدة تفسيرات. التفسير الأبسط ممكن والأكثر انتشاراً أنه عمل غير قانوني أو تآمري تقوم به جهة ضد جهة أخرى بشكل سري للإيذاء وللحصول على منفعة من الطرف المقابل. بكل بساطة يعني هذا أبسط وأوضح تفسير ممكن لنظرية المؤامرة أو المؤامرة بحد ذاتها. نظرية المؤامرة نفسها هي شرح أو تحليل لأحداث سياسية تحدث عن طريق افتراض وجود مؤامرة يقوم بها أفراد أو جهات أو حكومات، وهي بالدرجة الأولى طبعا في تحليل الأخبار السياسية في عالمنا العربي الكلام هو دائما عن حكومات أو جهات مثل أجهزة مخابرات أو حكومات أو حتى جهات معينة تحاول السيطرة على العالم كما سأتكلم عنها الآن. الأصناف الثلاثة للمتآمرين أو لنظرية المؤامرة، هناك تقسيمات مختلفة، لكن التقسيم الأوضح والأبسط هو أن هناك ثلاثة أقسام. القسم الأول يفترض أن المتآمر هو من داخل البلد، جهة سياسية معينة أو طبقة معينة من الناس تحاول أن تقوم بأعمال تآمرية ضد هذا النظام لتحقيق مصلحة معينة. القسم الآخر هو تآمر خارجي تقوم به دولة ضد دولة أخرى، أي أن تحوك مؤامرة معينة حول لإحداث فوضى أو انقلاب أو تغيير في بلد ما أو للإيذاء الاقتصادي أو لأغراض أخرى. النمط الآخر الثالث في تفسيرات نظرية المؤامرة هو الجهة العالمية التي تحاول ليس فقط تغيير أحداث محددة في بلدان محددة، ولكنها تحاول التحكم في مسار التاريخ، أي التغييرات على مستوى العالم بأكمله. هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول ممكن أن نعطي أمثلة عنه كأحزاب سياسية أو جماعات دينية في أي بلد ما. القسم الثاني يتكلم عنه العرب كثيراً، وهو هم أي الغرب أو الولايات المتحدة مسؤولون عن ألف وباء وجيم مما يحدث لنا في العالم العربي. القسم الثالث كما تعرفون أو كما تسمعون هناك البعض يذهب إلى
نظرية الجهة المتآمرة العالمية الدولية، الماسونية العالمية، الصهيونية العالمية، الحكومة الخفية التي تجتمع في سويسرا في أحد الأقبية كل سنة مرة لتقرر شؤون العالم. هناك من يذهب إلى هذا البعد، لنقول البعد الأقصى في تبني نظرية المؤامرة. من هم الذين يتآمرون؟ عندما الشخص الذي يتبنى نظرية المؤامرة، من الذي يتآمر؟ المتآمرون في عرف من يتبنى هذه النظرية هم أشخاص، رقم واحد هم أشرار بالفطرة. هؤلاء أشخاص أشرار يحاولون أن يؤذوا الآخرين الطيبين الذين يريدون فقط أن يبنوا بلدانهم. هذه النظرة الأولى أو الصفة الأولى. الصفة الثانية أن هؤلاء الأشخاص لديهم معرفة وقدرة كلية، بمعنى أنهم يعرفون كيف يخططون ولديهم القدرة في تنفيذ هذا المخطط. والنقطة الثالثة أن لديهم القدرة أيضا على التحكم بمخرجات هذا المخطط. يعني على سبيل المثال، إذا قلنا أن النظرية السائدة عند الكثيرين في العالم العربي أن ما حدث من محاولات تغيير في تونس وفي مصر وفي البلدان الأخرى في العالم العربي أو ما يسمى بالربيع العربي هي محاولة من أشخاص أو من جهات خارجية، لنقل الغرب أو أمريكا أو إدارة أوباما بالتحديد، هذا ما يقوله البعض، أنها محاولة لتغيير واقع الشرق الأوسط لخدمة أهداف معينة للولايات المتحدة. لو سلمنا مثلا بهذا التخطيط، عندما نقول أنهم عندهم كلية القدرة والمعرفة